بسم الله الرحمن الرحيم. ملف في غاية الأهمية والجمال، تاريخ جميل جدا لمصر والقطاع الزراعي، ملف بيحبه الفلاح المصري اللي ربط بيه حياته، لأنه هو كان دايما يقولك هنجوز الولاد بعد ما نجني المحصول ونبيعه، القطن أصلا هشتري حتة أرض وبحوش لها من القطن، هنشيل الفلوس دي على جنب عشان نطلع نحج. تخيل كل حاجة كان المزارع المصري بيفكر فيها والتنمية في حياته المجتمعية والأسرية كانت مرتبطة بمحصول القطن، الذهب الأبيض. وفي نفس الوقت كان القطن المصري بيوفر لنا مميزات يعني احنا مش حاسين بيها، او اللي ملامس للقطاع الزراعي هو اللي فهمها كويس جدا. يزود من خصوبة التربة، يبقى عندك زيوت تستخدم المخلفات الحقلية بتاعته في دخولها في صناعة الأعلاف، ففي مميزات كتيرة اتحرمنا من هذه المميزات. فعلا سمعة مصر الطيبة على مستوى العالم، يقول لك القطن المصري ايجيبت. تخيل انت القطن بتاعك مطلوب وبيطلب بالاسم القطن المصري. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل هي كانت يعني الضربة القاسمة بعد تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر، فده اثر على التسويق، فاثر على حياة المزارع، فبقيت اسمع كلام يحزن من الفلاح المصري، يقول لك القطن موجود عندي مش عارف ابيعه، بقى زي القتيل، اصل التجار بيبيعوا ويشتروا فينا، اصل هياخدوا مني القطن ويدفعوا لي بعد ما يبيعوه. تخيل. الحمد لله في السنوات الاخيره علمائنا واقفين وجاهزين بيشتغلوا ليل نهار، اشتغلوا على الاصناف وعلى الحفاظ على السياسه الصنفيه، ينتجوا او يستنبطوا سلالات جديده عاليه الانتاجيه ومقاومه للامراض. فلما حصل من حوالي 3 او 4 سنين عمليه الخلط الاصناف، او بقى يظهر عندنا مشاكل كتير، مركز البحوث الزراعيه كان موجود بعلمائه. وفي نفس الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ خطوات مهمة جدا لإحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، ودي هتعود بالنفع على القطن المصري. أنا آسف إن أنا بطول، بس أنا عايز أوصل لنقطة مهمة قوي. النهاردة الذهب الأبيض بقى فيه منه ألوان، هنتكلم عليها ونعرف يعني إيه قطن ملون. أنا بيشرفني وجود الأستاذ الدكتور محمد الأمير، رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن. منور يا دكتور محمد. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. سامح. الحمد لله تمام. هو ليه قطن ملون؟ نتكلم على القطن الابيض الاول. لا اصل ده اعلان جديد وده هيبقى ليه مميزاته ان شاء الله، فيا ريت تعرفني ايه السبب وهتبقى الوانه ايه وايه المميزات اللي هتبقى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وسيدنا وصحبه وسلم. بالنسبه اولا اتكلم بس عشان لازم اتكلم على القطن المصري الاول، لان ده هو الاساس، وبعد كده هنتكلم على اللي انت عاوزه كله الملون. وطبعا الفتره الاخيره السنتين الاخرى بالذات شهدت صناعه الغزل والنسيج طفره كويسه، ده مما اهل القطن المصري انه الحمد لله يعتلي العرش تاني داخل مصر. هو كان معتلي العرش خارج مصر، لان احنا كنا بنصدر معظم الاصناف بتاعتنا خارج مصر خام. الحمد لله بعد انشاء مصانع الروبيكي اصبح عندنا إمكانية غزور رفيعة في مصر، فبالتالي أصبح المصانع بتاعتنا مؤهلة لأن هي تاخد الأصناف بتاعتنا، بدل ما أنا أصدرها خام برة وارجع أستوردها قماش وقطن مصري مصنع لمنسوجات وأقمصة وقمصان وملابس. لا، أنا دلوقتي أصبح عندي بصنع في مصر قطن مصري خام 100%. تمام. وبالتالي أصبح عندي. مش ده اللي كان بيحصل زمان؟ كان بيحصل زمان. كان بيحصل زمان، بس الحمد لله في الفتره الاخيره للاسف جينا يعني يكون عندك سمعه طيبه وصناعه وطنيه وعماله ومش اي عماله بقى، ده كمان هو بيفتخر ان هو بيشتغل في الغزل والنسيج. صح. أسطى. صح. فاهم فيها كويس جدا. صنايعي. صح. وده موروث جميل لازم نفتخر بيه. كلمه صنايعي دي جميله يا جماعه. صنايعي دي الخير، المهاره، الفن، الانتاج، النهوض، دوله صناعيه. كلمه صنايعي جايه من الصناعه، ما هياش عيب. فاللي حصل بقى ان احنا ابتدينا نقلل من قيمة التعليم الفني. هتخش صنايع يا جماعة؟ ده مهن. ابتدينا نقلل من امكانياتنا، بدل ما انا عندي غزول رائعة ابتدي استورد بوليستر كلها الياف صناعية كلها مضرة بصحة الانسان، والياف قصيرة لا حتى في القطن. صح. دخل القطن قصير قصير التيلة. طب ليه؟ وبعدين كمان في حاجة تانية بقى،
وممكن دي يعني بعض العلماء هيتضايقوا مني، ابتدي اعمل تجارب عشان انجح في زراعه القطن قصير التيل. قصير التيل تنجح في ايه؟ ده انت متفوق ومحدش عارف يجيب المجموع اللي انت جايبه. صح. يعني انت صح. ناجح في القطن المصري بامتياز. رايح تدور على القطن قصير التيله. الله ينور عليك. طب ايه الغرض؟ يعني انا عايز اعرف لو انا نجحت في ده، هل هو مثلا هيبوت في اراضي مواردها فقيره جدا؟ لقيت لا، ده محتاج ميه حلوه ومحتاج اراضي خصبه ومحتاج تسميد ومحتاج مجهود نفس الاحتياجات للقطن المصري طويل التيله. وفي النهايه الميزة المحصول يعني نفسه برضه متقارب يا استاذ سامح. يعني نفس انا مش شايف ان انا اتراجع بانتاجيه وجوده. وفي دول وفي دول بتنافسني في الطول في القطن القصير التيله، يعني في دول منتجه وعاليه الانتاج، لكن القطن طويل التيله انا اعتبر الاول. انا الاول، القطن الطويل والفائق انا الاول. بص ورايا ليه؟ انا الاول في الطويل والفائق وفائق الطول. ابص ورايا ليه بقى وادور على اللي وقع مني واشوف القطن قصير التيله. بالظبط. فاحنا الحمد لله في معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعيه الحمد لله عندنا الوقت اصناف من القطن المصري بتجمع بين الحاجتين، الانتاجيه العاليه والجوده الفائقه. والحمد لله احنا بمعدل ماشيين جميل جدا في انتاجيه الاصناف. عندي اصناف بتلائم الوجه الابلي وعندي اصناف بتوائم الوجه البحري. يعني انا عندي مش اي صنف بطلعه سياسة صنفية. مش اي صنف بطلعه ينفع هنا، لا ده انا بشوف الاحتياجات المناخيه بتاعته والاحتياجات الحراريه بتاعته والاحتياجات الزراعيه بتاعته والبيئه اللي تناسبه واروح احطه فيها. فانا عندي الاصناف في مصر بتنقسم لثلاث طبقات. عندي في مصر طبقه الاصناف الفائقه الطول، ودي بتزرع في الوجه البحري خاصة في محافظات الشمال. أيوة. محافظات الشمال الساحلية، واخد بالك ليه؟ لأن الأصناف الفائقة لا تجود إلا في المناطق دي. بعد كده في أصناف طويلة بحري زي الأصناف الفائقة زي ما احنا عارفين جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 96 وجيزة 92، دي لا تزرع إلا في المناطق الساحلية. وحتى لو أنت شفت التوزيع الجغرافية للأصناف هتلاقي أن جيزة 92 في دمياط، جيزة 96 في فوة ومطوبس كفر الشيخ، جيزة 45 في دمياط، جيزة 87 في دمياط، واخد بال سعادتك؟ نيجي جيزة 86 في البحيرة، ده من الأصناف الطويلة، طويلة بحري. بعد كده جيزة 94 وده اللي بيغطي معظم 3 أرباع الجمهورية، جيزة 94 ده مزروع منه 179,506 فدان، يعني تقريبا بيغطي معظم 3 أرباع الجمهورية. احنا عندنا زرعين من قطن السنة دي 237,000 فدان تقريبا. السنة دي 237,000 فدان على مستوى الجمهورية؟ على مستوى ده الجمهورية. كل المساحة المزرعة؟ ده كل المساحة المزرعة. السنة الجاية بقى إن شاء الله، السنة الجاية إن شاء الله. احنا كنا السنة اللي فاتت 245,000 فدان. لا كان السنة اللي فاتت، بص حضرتك يا أستاذ سامي، السنة دي أنا اللي بقول لك وأنا قاعد معاك أهو، السنة دي الفلاح هيقبل على زراعة القطن السنة الجاية لدرجات مساحات هتعدي تقريبا 400,000. ليه؟ ليه؟ العامل المحدد للقطن في مصر السعر. الفلاح ليه؟ احنا كنا مصر بتزرع 2 مليون فدان و1.5 مليون فدان ومليون فدان. ليه المساحات دي تراجعت لهذا المستوى؟ أولا لعدم تطبيق سياسة الدورة الزراعية، دي أول حاجة. ثانيا إن الفلاح عاوز في الآخر إيه؟ عاوز محصول مربح. طب أنا لما أسيب القطن بالذات يختلف عن الأرز، يختلف عن القمح، يختلف عن الذرة. ليه؟ أنا الفلاح يقدر يصرف في الرز لو وصلت إنه ممكن يخزنه ياكل منه، صح؟ أو يبيعه واحدة واحدة. جاري مش زارع رز هديله شوية رز وهاخد منه بطاطس. الله ينور يعني. عليك. القطن القمح نفس الكلام، الذرة نفس الكلام، القطن مين اللي هياكله؟ القطن ما بيتاكلش. المسؤول عن القطن وتوريده الصناعة. الحكومة الصناعة. والدولة. ليه؟ لأن هي بتاخده توديه للصناعة، المحالج وبعد كده المصانع، مصانع الغزل والنسيج. فبالتالي لازم بيتحدد سعر ضمان للمحصول عشان الفلاح يقبل عليه. كان زمان ده موجود، عشان كده كان الفلاح بيقبل على زراعة القطن. يبقى عندك مصانع المحلة الكبرى شغالة وعندك دولة بتحدد سعر للقطن لسعر الامطار، فبالتالي الفلاح بيقبل على زراعته وكان في دورة زراعية. صح. دلوقتي لا في دورة زراعية ولا في
دولة بتحط سعر ضمان. السنة دي بقى مختلفة تماما. ليه بقى مختلفة تماما؟ ليه؟ أولا في منظومة جديدة للقطن المصري في التوريد. قبل ما اتكلم على المنظومة الجديدة أستاذ سامح، لو سمحت عايز المشاركة، عايز المزارعين يتصلوا ويسألوا الدكتور ويتكلموا معانا تمام، ويقولوا ايه مشاكلهم والقطن المزروع السنة دي الحر عمل فيه ايه تمام. فاحنا انا بكلم المشاهدين بقى خلاص سامح، انت هتنزل الرقم عايز اسمع منكم تمام اللي انتم بتتعرضوا له كل سنة وعايزين الدولة تخلصنا منه. انا شايف ان خطوات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ابتدى فعلا تنفيذها هي كلها من شأنها ترفع من شأن القطن المصري مرة أخرى تمام. فالسنة دي مختلفة في إيه؟ تمام، الله ينور عليك. أولا المنظومة هتطبق على مستوى الجمهورية. المنظومة كانت بتطبق السنة اللي فاتت كانت متطبقة في محافظتين في الوجه القبلي اللي هي الفيوم وبني سويف، وفي الوجه البحري كان البحيرة والشرقية. السنة اللي قبلها كانت متطبقة في الوجه القبلي بس في الفيوم وبني سويف. السنة دي بقى هتعمم المنظومة على مستوى الجمهورية. اللي هي المنظومة اللي هي ان الدولة هي المسؤولة عن القطن وهي اللي بتحدد سعره وهي اللي هتعمل له حلقات وهتعمل له مزاد علني، مزاد علني يوصل لأعلى سعر، يوصل لأعلى سعر بحيث ان هو يرضي مين؟ يرضي المزارع. كويس. ازاي؟ انا بيتحدد الحلقة في المكان الفلاني وبتيجي الشركات وبتيجي الحكومة وبتيجي ممثل الحكومة وممثل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وبتعمل مزاد. أعلى مزاد وأعلى سعر لسعر الأمطار في الحلقة دي هو الفلاح اللي هياخده، بياخد منه ما يقرب من 70-80% واقف وهو فورا، وبعد أسبوع بياخد بقية المبلغ على ما بيحدد. يعني الدولة هي اللي هتنظم المزاد تمام، لكن مين اللي هيشتري؟ ما هو الشركات بقى، الشركات الموجوده من في مصر من خلال الايه؟ الدوله. من خلال الدوله مش برضه. من خلال الفلاح. مفيش بقى، لا الفلاح زرع وعايز احسن سعر بالظبط، فسيبنا احنا نسوق لك. الله ينور عليك. التاجر بيضحك عليا. أيوة. السمسار بيقرص عليا. أيوة. دلوقتي انا بقول لك انا نيابه عنك عندي سعر عالمي وعندي سعر ضمانه وعندي المصانع باحتياجاتها معروفه على مستوى الجمهورية، عندي كل المعلومات بالظبط، وعندي بقى يعني عندي بقى المصانع اللي تاخد قطني، ولو انا كفيت المصانع بتاعتي ممكن اصدر من القطن ده بتاعي ده. فدلوقتي اصبح عندي المنظومة الحمد لله تمت، من منظومة من خلال الفرز والتسويق، منظومة المصانع وتحديثها، واخد بال ساعتك، منظومة رفع سعر الامطار للفلاح بحيث ان هو يقبل على زراعة القطن. هو سعر الضمان كام السنة دي؟ هو هم كانوا حاطين في الاول ان هيبقى 1900-1800 للوجه القبلي، بس هو عدى الوقت وصل تقريبا ل 2600 ولسه. عشان كده بقول لك ان الفلاح هيقبل السنه الجايه على زراعه القطن المصري. ما هو بيخاف برضه يا دكتور. لا بس انا عايز اقول لكم محدش يقلق، يعني ما تقولش انت هتفرحني. ده خلي بالك ده الوجه القبلي، الوجه البحري وصل لغايه 3300 و3200. يعني لا اللي انا لان دي اصناف فائقه، فائقه الطول، فبالتالي سعرها ازيد من اسعار الوجه القبلي، لان الاقطان الوجه القبلي اقطان طويله وبتبقى لونها كريمي، فبالتالي الاصناف بتاعه الوجه البحري بتبقى اعلى في السعر. نتكلم في دي برضه. استاذ عبد الناصر من اسوان اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول حاجه عجبان عليك يا استاذ. ليه بس يا حاج عبد الناصر؟ عشان انا قلت لك وكذا كذا بتعطل عليك بعد الحلقه ما اتصلتش ولا متاهل من يوم ما كلمتك. لا كلمتك يا حاج عبد الناصر. بص يا حاج عبد الناصر، يا حاج عبد الناصر انا كلمتك تليفونك اداني غير متاح كتير في نفس اليوم. اي نعم اكيد بقول اكيد مش غير متاح، بس انا ليه بقى رجع عندك؟ امرني. مش هتكلم على موضوع ان ما عنديش بتاع عند البطن، قلت لها اضطريت قلت هتكلم مع البطن، لكن انا مفيش اصلا سمعك، بس انت اللي مش سامع عشان مشغل التلفزيون. وطي التلفزيون وقول اللي انت عايزه. التلفزيون خالص، وطي التلفزيون يعني خالص بعيد عني. طيب قول سيادتك. عندنا في حته اسمها الركان في يدكم اكتر من 50 فدان او 80 فدان، الميه سيادتك مرسبه فيها جنب السكه وتاخدها من يدكم لغايه الطناب، الميه دي راشحه بين وبين السكه الحديد، اكتر من 50 فدان ما فيش فيها خالص مطلع، عزالة صرف مطلعي او صرف مكسوم. حاضر، عينيا الاثنين، وهحاول اكلمك النهارده هقول لك على حاجه. يا فيفيان اديله رقم، كلمني انت بعد الهوا. اكلمك ونص خليني بس انا عينيا الاثنين، لان انا حاولت اكلمك فعلا كان تليفونك غير متاح. خد رقمي. من يوم ما كلمتك وانا قاعد ابدد مراني متاح. معلش سامحني.
كلمني انت عينيا. حاضر. الله يخليك لي ما علينا منك. ربنا يكرمك. على فكره سيادتك المعدات اقسم بالله شفتها بعيني في المتابعه مصابيه من عدم الشغل. حاضر عينيا هرد عليك في المشكله دي. حاضر. استاذ سعيد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. احنا بنزرع القطن بس بطلنا بقالنا اكثر من 5 سنين يا سامع عشان مشكله الجامع. مشكله الجامع. الجامع مكلف زياده عن اللزوم، اما هو صراحه منتج والدوله الزراعيه ذات نفسها يعني. بس انا هقول لك على حاجه برضو. مشكله طبعا. الجامع دول انتوا السبب فيها، دي اول حاجه، لان انتوا المساحات الصغيره ما بتقدرش تستخدم الحصاد الالي. النقطه الثانيه اما الشاب بقى عندنا فيدن يا سامع. بتقول ايه؟ كان قال لي سنه بزرع 3 سنين. حاضر، دي برضه هنناقشها مع الدكتور. في نقطة تانية عايز أقول لك عليها. النهارده السعر ما شاء الله لما يطلع معاك ل 3600 وأكتر برضه هيقدر يغطي الجني. الكلام ده لما احنا كنا بنقول يا دوب جايب همه. إنما دلوقتي السعر إن شاء الله هيبقى مجزي جدا، فحتى لو في ارتفاع في التكلفة أو أجرة الجني هتكسب. بشكرك. طب اللي مشكلة تانية. طب اتفضل بسرعة. معلش عندي الكلاب هدلت عندي السمسم والرز والله والله. كلاب الضالة. انت في مركز ايه؟ مركز هو الشهرية. حاضر عينيا الاثنين. ماشي بشكرك. طيب جودة القطن عايز انك بتحددوها ازاي؟ على اي اساس؟ طبعا بالنسبة لصفات الجودة دي بتتحدد على اساس 3 حاجات، الطول والنعومة والمتانة. الطول والنعومة والمتانة والرتبة. يعني الرتبة دي بتقول لك ان مثلا القطن اللي قدامك ده فيه قشرة مفيش قشرة، فيه لوز اخضر، فيه ملوثات. ودي للأسف يا أستاذ سامح رغم ان مصر بتحتل المكانة الاولى في العالم في جودة القطن المصري وفي صفات الشعر بتاعه، الا ان في السنوات الاخيرة ودي بنادي بيها من خلال برنامج حضرتك، ان يا ريت يا جماعة يا ريت يا ريت واحنا بنجني نحافظ على الذهب الابيض بتاعنا. ازاي؟ انا عشان احافظ على الجوده بتاعتي من خلال الطول والمتانه والنعومه والرتبه بتاعتي لازم انا اولا امنع القشره. امنع ايه كمان؟ انا بيجي عندي يا استاذ سامح في الـ في الـ في القطن بتاعي لما بيصدر بره بيرجع ليه؟ لارتفاع نسبه الملوثات الصناعيه فيه. الملوثات الصناعيه اللي هي زي ايه؟ زي البلاستيك، البولي بروبلين. تخيل يا أستاذ سامح ان حتة بوصة من الخيوط الصناعية البروبلين اللي هي بتاعت الشكاير اللي هي بتاعت زي اللي تحط فيها الرز وبتحط فيها القمح اللي هي الشكاير البلاستيك، لو قطعة بس من الفتلة دي سقطت في 2000 واخد بال ساعتك، لو سقطت في القماش بتاع القطن المصري تتلف 2000 متر مربع. تتلفه اثناء الصناعه. شوف بوصه قد كده 2.5 سنتي واخد بالك، تتلف 2000 متر مربع من القماش عندي ومن النسيج. ليه؟ لان دي اثناء الغزل والنسيج بتعمل بلبله في القماش وبتعمل رضاءه في الغزل والنسيج. فبالتالي فانا بقول من خلال برنامج حضرتك اثناء الجني لازم اخلي بالي من عده حاجات سريعا كده. لا ده مش سريعا، ده بدقه، لان احنا داخلين على موسم جني. ما انا بقول ما انا بنادي من برنامج حضرتك عشان كده. في تصدير رجع بسبب هذه الملوثات الصناعيه اللي كنتوا منشن دي، ودي مرتفعه للاسف في مصر في الفتره الاخيره. ما عادش الفلاح بيهتم بنظافه القطن زي زمان وانه يحافظ يبقى فيه رتبه عاليه. لكن المنظومه بقى هترجع الاصول دي. بمعنى ايه؟ ان انت سعر القطن بتاعك هيتحدد على مدى ايه؟ نظافته. طيب انا عايز اتكلم في معاملات ما قبل الحصاد، بس هاخد الاول استاذ عادل من الشرقيه. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بحييك على اللي انت بتعمله معانا ومجهود يعني كبير. ربنا يجازيك خير. بنحاول نأدي دورنا بس، يعني يا ريت نقدر نعمل اللي علينا. ربنا يجازيك. احنا زارعين قطن السنه دي ورز بطريقه جميله، والقطن السنه دي هيعدي ال 11 امتار ان شاء الله. انا زارع جيزه 94. ايوه والقطن يفرح ما شاء الله. بس احنا مش عارفين السعر الجديد. في ناس بتقول اللي هو بتاع بني سويف والفيوم اتباع ب 2100 جنيه امبارح في المداد بتاع امبارح، وناس تقول القطن جيزه 94 هيبقى ب 2300 جنيه.
فاحنا عايزين نعرف الصح فين، علشان برضك احنا كده كده القطن السنه جميل يعني ان شاء الله، يعني حتى لو اتباع يعني رقم برضك لو وصل 2000 ونص بالنسبه لنا، يعني الزرعه السنه دي انا مش عارف، البذره السنه دي جميله احلى من بتاعه السنه اللي فاتت. ان السنه دي انا شايف ان هجمع السبت الجاي باذن الله، يعني مش السبت اللي بعد بكره، لا السبت اللي بعده بامرك يا رب. حاجه تفرح ان اول مره نلاقي القطن منور وطريقه جميله في قلبيه، ليه؟ ان احنا زرع اقوات كتير عندنا في ديار بناكي، فديت اللي بيفرح. بس احنا عايزين نفهم، هل زي ما بيقولوا امبارح في المزاد بتاع الصعيد اتباع ب 2100 جنيه وعندنا في الشرقيه هيبقى ب 2300 ولا لا؟ والرز السنه دي برضك حلو، يعني السنه دي يعني فتحت خير علينا ان الرز طالع اللي هو سخا 108 جميل جدا، برضك جايب انتاجيه حلوه. فبصراحه ربنا يبارك لكم في اللي انتم عملتوه، والدكاتره المحترمين العلماء مصر اللي شرفوا مصر في كل العالم وساعدونا ان احنا نوصل لانتاجيه رز وقطن تفرح البلد السنه دي. عارف انا ما كنتش بقاطعك عشان اوصل للجمله الاخيره دي، علمائنا ودكاترتنا هم اللي ادوا الدور ده فعلا من خلال وجودهم معاكم وظهورهم في برامج قناه مصر الزراعيه، كانت وسيله مهمه جدا من احد الوسائل اللي توصل لكم المعلومه اللي تساعد على النتيجه الجميله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. فانا بشكرك وشكرا ليكم، وشكرا على يعني محبتكم اللي انتم سبتوني ان انا اتكلم وتعبير من عندي. بشكرك يا فندم. شكرا لسيادتك وللدكاتره المحترمين الموجودين. بشكرك يا فندم. بص يا السيد انا هقول له على حاجه. طب قبل ده استاذ عادل هنجاوب عليه، بس استاذ معوض معايا، اتفضل يا استاذ معوض. ايوه يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيادتك يا استاذ سامح، احنا عندي طلب يعني، وبعدين احنا بنعاني منه من زمان. اللي هو برضه من بخصوص القطن يعني. طب ما تقول لي الطلب بسرعه عشان انا. هو الطلب حضرتك ان هو الدوده الشوكيه بتاع اللوز اللي هي بتاع الايام دي. في الدوده يا فندم، دوده اللوز الشوكيه هي اللي بتخسف المحصول وبتاخد جمع كتير وبتحط لها انبار، وهي اللي بتاخد كل انت زارع صنف ايه وزرعه امتى؟ بص هسالك كام سؤال بسرعه يعني، ليه تجاوب عليهم عشان في مشكله في الصوت عندك، مولع مشغل التلفزيون. انت زارع امتى وصنف ايه ويعني مدى الاصابه اللي عندك، منتشر في كل الارض؟ ده يعني كله كان بيبقى يعني. بشكر حضرتك، بشكرك، شكرا. قبل ما نطلع فاصل هنجاوب على الاستفسارين دول، مهمين قوي. استاذ عادل من الشرقيه، استاذ عادل كان بيكلمك على المنظومه التسويق السنه. لسه المزاد، هو قال ان المزاد امبارح، المزاد لسه ما اتعملش، لسه يا دوبك الحلقات بدات تفتح النهارده عشان تستقبل من الناس. يعني خلي بالك برضو عشان ما نسمعش شائعات بالظبط كده، وعشان ما حدش يقعد يضحك علينا. أيوة. عشان ياخد مننا القطن. وعلى فكره اللي هيعمل كده هيبقى بيضحك على نفسه. الفلاح ناصح ليه؟ مش هتعرف تخش المزاد. المزاد للمزارع بحيازته بالظبط. حضرتك كتاجر بقى ورحت قلت لهم خلي بالكم السوق والسعر، وبدل ما تتعب نفسك وتروح هتكسب لك ايه 20 جنيه زياده؟ طب تعالى انا هاخده منك. هتيجي بقى انت كتاجر وتروح علشان تخش، انا شفتها بعيني من 3 سنين، تخش الحلقه او تخش الجمعيه او يقول لك فين الحيازه، تسمك ايه، بطاقتك فين، تروح تجري للمزارع تاني تقول له طب تعالى دخل لي القطن. مش هيحصل. مظبوط. فالدكتور بيقول لسه ما بدأتش النهارده الوجه الابلي بدا يفتح. لسه بيفتح بس يستلم، فاتح النهارده بدا في الوجه الابلي بس بيجهز نفسه بيفتح. ما حدش قال لسه ما تعملش عليا ب 2000 ولا الثاني قال له هاخده 2700. لسه الكلام ده حصل، المزاد بيحصل كده فيه فعلا. بالظبط كده. بالظبط كده. الشركات بتيجي وبتحب تنافس بعضها في السعر، وبتبقى منافسه شريفه، وحلاوتها بقى ان هي مطبعه على مستوى الجمهوريه. منافسه شريفه، منافسه شريفه تحت. اهم حاجه مصلحه الفلاح ان شاء الله. وده عشان كده السعر السنه دي هيضرب، وما دام السعر اللي ضرب يبقى السنه الجايه توقع ان المساحه تزيد عن 400,000 فدان باذن الله للقطن. ففي السؤال الثاني، السؤال الثاني هخليه بعد الفصل لانه سؤال مهم قوي. دوده اللوز الشوكيه، دوده اللوز الشوكيه، اللوز الشوكيه هي دي منتشره الاصابه دي؟ منتشره الاصابه. ليه؟ ما هقول لحضرتك انا، هنقول دلوقتي ولا بعد الفصل؟ نقول. بص حضرتك، اهم حاجه في فتره عشان انا احصل على محصول كويس من القطن هما ثلاث حاجات: نوع المحصول
يعني نوع المحصول، نوع التقاوي، صنف، نوع الصنف. الصنف في اصناف بتبقى شرسه وشرهه للتسميد الازوتي، ان انا اديها اسمده كتيره تدي لي محصول كتير، وفي اسمده وفي اصناف تبقى حساسه ما تقدرش تاخد اكتر من معدل معين، والا بعد كده النبات يهيج مني ويبقى عامل زي النخله وما يديش محصول. يبقى اول حاجه الصنف. تاني حاجه الميه. الميه اللوزه دي هتكبر بايه؟ بالميه والبوتاسيوم. الميه والبوتاسيوم. تالت حاجه الرش اللي هي المكافحه. فالحاج بيقول ان هو عنده دوده اللوز الشوكيه. معظم الفلاحين ما يدركش يعني ايه مقاومه لديدان اللوز. انا عندي ديدان اللوز ثلاث انواع، دوده اللوز الشوكيه ودوده اللوز القرنفليه ودوده اللوز الامريكيه. على فكره الفلاح عارفها من زمان. ما هقول لحضرتك، بيقول لك ده موسم جمع الدوده ومش لاقيين انفار. ده دوده الورق، ورق الورق دي غيرها، ده غير الثلاثه. دوده الورق بتبقى سهله ان هو يعرف، دوده الورق القطن معروف عشان بيشوف الفأس وبيشوف اليرقات الموجوده على الورقه وعماله تاكل في الورقه ده. انما ديدان اللوز ده لا تصيب الا اللوزه. وانا عندي بقى، شوف بقى انا بقول لك، دوده الورق لما بيرش واخد بالك ساعتك بيعالجها، انما ديدان اللوز الثلاثه لا، الرش فيها وقائي وليس علاجي. يعني ايه يا استاذ سامح؟ يعني انا لو انا شفت الاصابه لما برش مش بعالج اللي اتصاب، لا ده انا بحمي اللي موجود واللي لسه هيجي. بحمي اللي موجود واللي لسه هيجي. يعني الرش في دوده اللوز الشوكيه وقائي ما هوش علاجي. ما انا شفت الاصابه خلاص انا بفهم من حضرتك. انا بتعلم بالظبط. يعني بالظبط انا شفت الاصابه، فانا الرش اللي برشه ده مش عشان الاصابه، مش عشان الاصابه، لا عشان اللي جنبه، عشان اللي جنبه على بقيه المحصول واللي جاي واللي لسه هيجي، لان اللي اتصاب خلاص وخسرته. خسرته، ضربت بقى فص، ضربت فصين في اللوزه، ضربت الثلاثه، انا ونصيبي. طيب انا بقى عندي اسباب ظهوره. السياسه الصنفيه اول حاجه، اختيار الصنف اسباب ظهور لا هي اصيه. هم الثلاثه موجودين، هم الثلاثه موجودين. انا بقى عشان اقدر امنعها بقى واقللها، ايه هو؟ ان انا اولا الارض بتاعتي تكون نظيفه جدا من الحشائش. ايوه ده اللي بساله. لان الحشائش هي العائل الاساسي للثلاث ديدان دولت، الفراشات بتاعتها. ابقى حاطط مصايد، مصايد بانواعها الثلاثه، واخد بالك؟ ثالث حاجه لو في اصابه بقى انا اكون في الحقل على طول مستمر. شفت اصابه يبقى لازم ارش، واخد بال ساعتك؟ طيب ارش ايه بقى؟ ما هو انا مش اي حاجه، مش اي مبيد ارش يا استاذ سامح، بروح لبتاع المبيدات وهو يديني مبيد، لا لازم يبقى انا عندي سياسه فقهيه لنظام الرش. انا ما ينفعش ارش باستبان المره دي والمره الجايه ارش باستبان، ولقيت اصابه المره الثالثه ارش باستبان، لا لازم انا بنوع بين المجموعات اللي انا برش بيها في المجموعات الفعاله في المبيدات. انا عندي ثلاث مجموعات في المبيدات، لمبيدات ديدان اللوز بالذات لازم انا عشان اجيب محصول كويس يا استاذ سامح، لازم مع ان انا ممكن طول السنه شغال و10 على 10 والمحصول 100 100 والمحصول 100 100 واللوز محمل، واخد بال ساعتك؟ ماشي، واللوز محمل وكل حاجه، بس اهمل في المكافحه يسقط مني المحصول. فانا لازم اخلي بالي ان المجموعات الثلاثه اللي هي الفوسفوريه والبيروسرويد والكربامات لازم انا اعمل تبادل بينها هي الثلاثه، مره ارش من المجموعه الفوسفوريه ومره ارش من مجموعه البيروسرويد ومره ارش من مجموعه الكربامات، كده امنع الحشره ان هي تقدر تقاوم او تسبب تعمل مناعه ضد المبيد عندي. انما لما كل مره ارش باستبان، كل مره ارش سيليان، كل مره ارش دورسيل، الحشره هتاخد مناعه. فانا بالتالي لازم الحاج اللي بيسال على دوده اللوز الشوكيه لازم كل مره ارش مبيد مختلف عن اللي انا رشيته المره الاولانيه. طيب، عشان الحشره ما تاخدش مناعه. طيب معايا استاذ رأفت من سوهاج، اتفضل. فقدنا رأفت. استاذ انور من البحيره اتفضل. معايا استاذ انور؟ ايوه معاك يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. والله عندي سوسه في الطماطم يا باشمهندس، يعني اجتني احلى اذيه. سوسه في الطماطم. نعم. طيب هطلب منك طلب. سوسه بتاعت الطماطم. هتسيب رقمك دلوقتي وانا هتواصل مع الدكتور اشرف خليل مدير معهد امراض النبات، وهيكلف لجنه تيجي تفحص عندك المشكله وعلاجها. عناية، خدي الرقم يا فيفيان ونكتب الدكتور اشرف خليل. هطلع فاصل، سيبكم تستريحوا ثواني، نرجع نكمل كلامنا عن القطن
لسه في معاملات ما قبل الحصاد، لان لسه في ناس هتحصد. القطن اخباره السنه دي بعد درجات الحراره اللي احنا شفناها. استعدوا بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. النجاح مش مجرد كلام، النجاح افعال على ارض الواقع. يعني سنين طويله شبعنا من خطه خمسيه وخطه عشريه، وسنين طويله كان دور علمائنا مغيب او مهمش. يعني النهارده وانا بتكلم في هذه الحلقه الدكتور محمد بيقول لي على فكر مرتبط بعلم. يعني لما بتشوف علمائنا وهما بيتعاملوا مع القطن، هو مش بيقول لك انا هديك صنف وخلاص، ده دارسين السوق والتسويق وايه هي مشاكل التسويق، هو ده دورهم؟ لا، لكن دول علماء وطنيين بيحبوا البلد، فبيحاولوا يجتهدوا في كل المحاور عشان يرفعوا من الانتاجيه، يرفعوا كمان من جوده المنتج علشان الفلاح يقدر يسوقه بصوره جميله ويكسب. بيقول لنا الفلاح عايز يكسب. فانا بحيي حضرتك وبشكرك دكتور محمد الامير رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن، مشرفني. الحديث عن القطن جميل. لو انا جيت اقول الموسم ده وضعه ايه، يعني احنا شفنا محاصيل اتأثرت زي محصول المانجو والمزارع بيشتكي، القطن بقى اخباره ايه؟ لا الحمد لله، القطن السنه دي 10 على 10 وما فيش فيه اي مشاكل. ويمكن لاحظت من اتصال الاخ عادل من الشرقيه قال لك المحصول 10 على 10، وفعلا السنه دي المحصول مبشر جدا. وعشان كده بقول لحضرتك ان الناس هتقبل على زراعه القطن. ليه؟ اولا عنده محصول وفير، وفي نفس الوقت هيبقى هيحقق اعلى سعر عنده من السنوات السابقه، فبالتالي هتلاقي معظم الناس تقبل على زراعه القطن السنه الجايه. لان انا قلت لحضرتك يعني الحراره ما اثرتش علينا، الحمد لله ما سببتش ظهور اصابات حشريه. لا مثلا اصابات فطريه. بص الاصابات الحشريه دي موجوده طول السنين على طول، بس هو الكفاءه والفن بقى في ان انا ازاي اتعامل معاها. زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل ان انا اوازن بين الثلاث رشات اللي هم مجموعه الفوسفور والكربونات. لا مش ثلاثه، ثلاث مجموعات، ثلاث مجموعات فعالة في المبيدات لازم أكون مستخدمهم. أنتهي منهم أرجع أرش من أول الفوسفورية تاني. يعني أنا رشيت مبيد من المجموعة الفوسفورية، بعديه مبيد من المجموعة البيروسويد، بعديه مبيد من مجموعة الكربامات، أرجع تاني يا أستاذ السامح لمجموعة الفوسفور تاني، بس يكون مبيد تاني، ما يبقاش مثلا باستبان. لا أغير دورسيل، تيليتون، دورسيل، وهكذا. تمام. أستاذ حسن من الشرقية اتفضل. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. لو سمحت يا استاذ سامح، احنا عندنا القطن حلو كل حاجه بس اللوزه صغيره. ايوه ماشي يا سعاده الباشا. ماشي. انا يعني بقول كلمه كده معلش بسيطه، يعني انا نفسي الجمعيات تنزل البوتاسيوم اللي هو الشكاير ده والرش ينزل في الجمعيات عشان احنا لما نجيبه من بره مش مضمون. طب بقول لك ايه؟ اتفضل. زارع صنف ايه وزرعه امتى؟ والله انا زارع مش عارف الفترة، بس احنا جايبين البذرة من الجمعية. هو تبع ايه؟ تبع ايه؟ تبع محافظة ايه؟ 94. طيب. اللي هو نزل عايز تسأله على حاجة ثانية؟ محافظة الشرقية. لا طيب تابع بعد ما تقفل معانا الدكتور هيجاوب عليك. استاذ ما انت قلت البوتاسيوم، حتى الدكتور محمد ابتسم، فدي اكيد هيعقب عليها دلوقتي. حاضر. استاذ عاطف من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا محمد اهلا وسهلا بيك يا فندم. والله احنا عندنا القطن تمام ومية مية وكل حاجه ما شاء الله، بس احنا عاوزين من حضراتكم يعني برضه ايه، يعني في شويه طلبات للفلاحين عاوزين حضراتكم تعملوها لنا. اتفضل لو في الامكان. زي مثلا دور المرشد الزراعي، ما فيش مرشد زراعي. طب قناة مصر الزراعية دي مش إرشاد؟ ماشي، بس الفلاح عاوز حاجة على الأرض، عاوز حد. ما أنت عندك الحملات القومية. ما أنا بتكلم معاك مش بعترض على كلامك خالص. أنت عندك الحملات القومية بتبقى موجودة على الأرض وفي حقل إرشادي. محدش بيجينا يا أستاذنا، محدش. الحقل الإرشادي اسمعني طيب، ما أنا بتكلم معاك. هو الحقل الإرشادي هيجي لك ولا أنت المفروض تروح تقف تشوفه؟ ماشي، بس هو فين؟ لا الحقول الإرشادية موجودة، ولو في محصول عايز تسال في اي يوم من الايام كلمنا كده وانا اقول لك تروح فين جنبك. الحقول الارشاديه منتشر على مستوى الجمهوريه والمدارس الحقليه. المرشد الزراعي يعني دوره مهم جدا. ليه؟ مين المرشد الزراعي؟ المرشد الزراعي ده المهندس الزراعي اللي بيقدم عمره وحياته للبلد بصراحه.
بس احنا دلوقتي عندنا تفتت في الحيازة، يعني المرشد الزراعي اللي كان يجي يدخل يقعد مع فلاح عنده 50 و100 فدان هيمشي النهارده عشان يروح قراطين وقراط ونص مش عارف ايه، وتقلص عدد المرشدين الزراعيين اساسا. فاللي حصل فيه تطور في الفكر، يعني انا بدل ما يبقى عندي واحد بيقعد يتكلم معايا الدكتور محمد مثلا، ما هو ده مرشد زراعي، ده عالم بيقول لك المعلومه بتساله عليها وبيبعت لك لجنه. لما تيجي تقول حقول ارشاديه بتروح تشوف من اول تجهيز الارض نوع البذره. ايه بقى التاني اللي عايز تسال عليه قبل ما اقفل؟ هو منين؟ هو منين؟ انا بقى عايز اسال عليه حاجتين اتنين. ايوه اللي هم الرش الاهلي. الرش يا حضرتك اللي انتم اللي الجمعيات بتجيبوا لنا، هم ثلاث رشات اللي بيجيبوا لنا في السنه دول هيعملوا ايه للفلاح؟ ثلاث اصناف بيجيب لهم الجمعيات. ثلاث رشات. ثلاث رشات اللي هم اللي جابوهم لنا في السنه. أيوة. دول مش كفايه يا دكتور؟ هيعملوا ايه للفلاح؟ حاضر. خلي الفلاح بيروح يجيب من بره بيبوظ. صح. ما يصلحش. ثالث حاجه انا عاوز اتكلم عليها بالنسبه لتسويق القطن. بالنسبه لتسويق القطن في وادي بحري. حضراتكم بتقولوا هتبداوا من اول 10. مش انا اللي قلت. احنا في عندنا ناس هتجمع 10 9 هيودوا القطن ده فين؟ هيضطر ان هو يبيعه بره للتاجر. هيخسر. طيب وفي حاجه برضه. أيوة. حاجه عايز ارد عليه بالنسبه للقطن. حضراتكم بتقولوا هيقبض اول يوم ما يودي. احنا ودينا القطن السنه اللي قبل اللي فاتت الجمعيه. وقعدنا ثلاث شهور عم خدنا فلوسنا. طب انا اقول لك على حاجه. اسمعني بس. الضمانه بقى للفلاح بقى ان هياخد فلوسه وقتها. اسمعني اسمعني وانا اخلي الدكتور محمد يجاوبك. وانت هتشوف بعينيك. اولا انت هتدري التاجر دلوقتي انت اللي هتخسر مش انا. بتقول لي انا هجمع 10 9 وانتوا بتقولوا اول 10، يعني انت بتتكلم في 20 يوم. النقطه اللي بعد كده ايه اللي يضمن لي فلوسي؟ انت لما بتتعامل مع التعاون الزراعي انت بتتعامل مع الدوله. اللي حصل اللي حصل. اسمعني بس ممكن اكمل وبعد كده ما تقفلوش يعني خلوه معانا. ممكن اقول لك ايه اللي حصل قبل كده وعشان كده الفلوس اتاخرت. ما كانش فيه منظومه للتسويق. فالتعاون كان بيجتهد ان هو ياخد منكم القطن يبيعه لكم. فالناس لما خدت القطن ما كانتش عارفه تسوقوا وتديكم فلوسكم. بالزبط. على ما سوقوا وخدوا مستحقات او حقوق القطن ابتدوا يديكم الفلوس. صح. انما النهارده الدوله هي اللي موجوده بمزاد من بالزبط. شركات موجوده بفلوسها. بالزبط. جاي اللي معايا مثلا ال 2000 جنيه مثلا او ال 3000 او ال 5000 هيقول هشتري. طب يلا اتفضل ادفع. ده المزاد. ان شاء الله. مش عايزك تقلق بس. لا اسمعني انا مش عايزك تبقى قلقان تمام. مش عايزك تقلق. معانا حد تاني. معانا عادل من البحيره. اتفضل استاذ عادل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. كل سنه وانت طيب. حضرتك بالصحه والسلامه يا استاذ سامح. انا بالنسبه للصليب يحصل الجود عند الجود نهائي يستوي. وضح كلامك تقول ايه؟ الجود نهائي. القطن هايج. يعني بيطلع منه والمغرب بيد زعلان. احلى زعلان من طول. بس دلوقتي النور بدا يعني يطلع فوق كده. دي حاجه. السؤال الثاني زي الاخر كان بيقول لك عايزين بتسهم في الجمعيات. ايش خاطر بتسهم دلوقتي ب 500 جنيه؟ وعشان اروح اطلع 500 جنيه بره ما اعرفش هي مضروبه ولا سليمه. البوتاسيوم والزنك دول لازم ينزلوا الجمعيات حرية. ما بقولك عند يعني تجارة بس بيجامل من مصدر موثوق منه. صح كلامك. صح. بشكرك. ماشي يا باشي. بشكرك. دلوقتي انا عايز اسأل قبل ما نجاوبه، هو الوقت اللي احنا فيه ده هيتضاف فيه بوتاسيوم؟ في بعض المناطق. في بعض المناطق. في بعض. ليه؟ لانه زرع متأخر. اللي زرع متأخر هيبقى محتاج البوتاسيوم. يعني ده الاستاذ عادل ده مش ده اخر واحد كان معاك عادل. ده من البحيرة. البحيرة بتقعد تزرع لغاية نص ست. لغاية نص ست. تزرع لغاية نص ست. تزرع. تزرع قطن لغاية نص ست. هنبتدي بحسن من الشرقية كان بيتكلم عن اللوزة صغيرة. اللوزة صغيرة. ولو لاحظت ان انا اتكلمت في الاول قلت من عوامل نجاح زراعة القطن ثلاث حاجات. قلت الصنف والمية والبوتاسيوم. ايوه. والمقاومة والمكافحة. البوتاسيوم هو المسؤول الاساسي عن حجم اللوزة. يتقلها. ليه؟ لان البوتاسيوم بيخش في النبات يعمل ترسيبات للسليلوز. السليلوز اللي هو موجود فين؟ في الشعر بتاع اللوزه. ما دام السليلوز ده ترسب في الشعيرات بتاعه اللوزه حجم اللوزه بيكبر وايه ويتقل. فبالتالي لازم احط بوتاسيوم. هو بيفضل فعلا الاضافه عن طريق التربه. بس للاسف يا استاذ سامح الشكاره فعلا بتعدي 450 و500 جنيه ال 50 كيلو. الفدان بيحتاج كام شكاره؟ الفدان بيحتاج شكاره. شكاره. لو عاوز تزود بس الناس كلها
يعني هيحط شكاره ونص، فبالتالي بيحط شكاره واحده بس، واخد بالك؟ فبالتالي سعرها عالي. طب انا في ظل الظروف السعر العالي ده اعمل ايه؟ بقول له خلاص سيبك من الرش الارضي واستخدم الرش الايه اللي على الورق، اللي هو الرش بالبوتاسيوم السائل اللي احنا بنسميه بوتاسين. بوتاسين، طيب البوتاسين دي منه نوعين، بوتاسين اف وبوتاسين ان. بوتاسين ان للزراعات اللي هي متقزمه والتربه بتاعتها مالحه وقلويه، فتلاقي النبات ايه يا استاذ سامح متقزم، فانا بحط له بوتاسين ان. عشان ايه؟ انا ما ينفعش، عشان السؤال ده عشان بيأجب على السؤال اللي بتاع البحيره اللي قال لك القطن عندي ايه هاج وكب وطول. الهياج الخضر ده بيبقى سببه ان انا في ثلاث حاجات، وهو في مرحله البادره المفروض يا استاذ سامح يخف على الورقه الحقيقيه الاولى لو زرع بدري. طب لو زرع متاخر يبقى اول ما النبات يجيب الورقه الحقيقيه الثانيه اروح خافف النبات. لا بقى الفلاح بيبقى ايه بقى؟ عنده دراس قمح في التوقيت ده، توقيت الخف بيبقى عنده دراس قمح وايه وزراعه رز وذره، زراعه ذره، فبالتالي بيسهو عن ايه؟ عن انه يخف. فبالتالي بيسيب النبات لغايه ما يجيب الورقه الحقيقيه الرابعه والخامسه والسته، ويفتكر ان هو ايه يخف. يوم يخف ايه اللي بيحصل بقى؟ النبات عندي سرول، النبات عندي سرول، وما دام سرول طول، وما دام طول بتطول السلميات بتاعته، واخد بالك؟ فيروح متجه للنمو الخضر على حساب النمو الايه السمر. الحاجه الثانيه يجي في فترة البادرة برضه المفروض بعد 21 يوم يروي راية المحياة، بعد 21 يوم من عمر البادرة يروي راية المحياة. في بعض الناس تقول لك لا ده أنا هصوم النبات عشان يشتد عوده ويشتد جدره أصومه. ويقدر يتعمد على يعتمد على نفسه، ماشي أروح مصومه. يصومه كام؟ بالأربعين يوم والخمسين يوم. غلط. ليه؟ لان البادره في التوقيت اللي انت بتصومه في ده هي في امس الحاجه للمي بعد 21 يوم، يعني 3 اسابيع بس، انت بقى بتخليه لغايه 40 يوم. بيعمل ايه البادره؟ بتدور على ايه؟ على الميه في التربه. فبيبحث عن المجموع الجذري، بيبحث عن مي. طب احنا كلنا عارفين ان المجموع الجذري في التربه بيقابله ايه فوق؟ نفس المجموع الخضري. صح، نفس المقاس اللي في الارض بيقابله نفس المجموع الخضري اللي فوق. فبالتالي النبات بيمد جذوره في الارض، فبيبحث على المية، فبالتالي بيتجه للنمو الخضري فوق على حساب النمو الايه السمري. صح. يعني النبات يطول ويهيج وما يديليش ايه سمار. افرع سمري. اخر حاجه بقى للهياج الخضري ان هو زي ما انا قلت لحضرتك ايه، في اصناف بتبقى شرسه وشرهه للتسميد الازوتي، وفي اصناف لا، واخد بالك؟ قد يكون الصنف 86 اللي هو مزروع في البحيره من الاصناف اللي هي انهي اللي حساسه للتسميد الازوتي، فهو ما هوش عارف، ما هو ما عندوش علم. سألته الصنف ايه؟ قال لي مش عارف. ما هو البحيره غلط. 86 البحيره 86، واخد بالك؟ فبالتالي التسميد الازوتي في 86 عن المعدل بيتجه النمو النبات للنمو الخضري على حساب النمو السمري. وايه كمان خاصه لما يدي السماد في وقت التزهير، ممنوع منعا باتا ان النبات ظهر عندي اضيف سماد ارضي عن طريق التربه. تمام، واخد بالك؟ فانا عشان اللوزه الصغيره لازم احط له ايه؟ بوتاسين سائل على ارشه على دلوقتي. على النبات للزراعات المتاخره بقى. معدله لتر في الرشه، لتر في الرشه يعني كل 15 يوم بحط لتر، كل 15 يوم بحط لتر، كل 15 على يوم على رشه كام لتر ميه؟ لتر الفدان، لتر فدان بوتاسين على ايه؟ بيضاف على ايه؟ بيتخفف؟ لا ما بتخففش، ما بتخففش. ما هو ايوه ما بتحط على حسب نوع الرش. ما في ناس، بص يا استاذ سامح، في ناس بترش بالرشاشه الصغيره اللي على الظهر، وفي ناس بترش بالماتور الكبير ال 400 و 500 لتر. فهو على حسب نوع الرشاشه بيستخدم، بس هو ثابت 1 لتر للفدان في الرشه الواحده. تمام. وبيكرر ده كل 15 يوم. ده بيعمل ايه؟ بيؤدي لزياده وزن اللوزه وزياده ترسيب السليلوز في الشعر. ممتاز. فبالتالي بيكبر ده حجم اللوزه وتكبر، مع المحافظه على الايه؟ على الري في مواعيده. تمام، معايا اتصالات اتاخرت عليهم، انا بعتذر، بس كان لازم نوضح النقاط اللي تم الاستفسار عنها علشان يبقى في فايده من النقاش. استاذ احمد من البحيره اتفضل. ايوه يا فندم، معايا. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. ممكن انت راجل زي ما بتقول يا فندم؟ اتفضل اتكلم، اتفضل. ممكن انزل البحيره السنه الجايه؟ تعمل ايه؟ دي 7 جنيه البحيره السنه الجايه.
ايه اللي ينزل في البحيره؟ جيزه 97. جيزه 97 ممكن ينزل البحيره السنه الجايه؟ لا ده بتعتمد على السياسه الصنفيه. ما هي دي ليها سياسه صنفيه الدكتور بيقول. بشكرك استاذ عاطف من الالوبيه اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سامي؟ الحمد لله يا فندم. تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم وفريق الاعداد. بشكرك يا فندم. حضرتك عايز حلقه او اثنين عن اشجار الموالح. تاني حاجه حضرتك تاني حاجه حضرتك لو انا عايز ارشادات مكتوبه او مطبوعه اجيبها من وزاره الزراعه ولا اجي مركز البحوث؟ تمام. هو بالنسبه للقطن الدكتور هيقول لك في الارشاد فيه. بقول لك شتلات. شتلات ولا نشرات مكتوبه؟ شتلات. عايز تجيب ايه يا حاج عاطف؟ نعم. عايز تجيب ايه حضرتك؟ بقول لك عايزين حلقه او اثنين عن الموالح. تمام. والسؤال انا حضرتك معلش بعد اذنك عايز ارشادات مكتوبه او مطبوعه. الارشادات المكتوبه او المطبوعه هتلاقيها في الارشاد الزراعي في مديريه الزراعه. بشكرك. هتلاقي الارشادات معمول نشرات في كل المحاصيل وكتيبات صغيره هتلاقوها موجوده في الارشاد الزراعي في مديريه الزراعه واعتقد برضو في الارشاد في الادارات الزراعيه في مبنى الارشاد. الارشاد في مبنى الشركات. لا ده هنا في القاهره انما برضو في كل المحافظات على مستوى الجمهوريه هتلاقي المطبوعات دي وانا بشوفها وبنتابع دايما ده وموجوده هنا برضو في مبنى الهيئات والشركات فدي مغطيه مستوى الجمهوريه والنشرات دي موجوده طول عمرها. نتكلم على القطن الملون. القطن الملون قال اللي قلته. نيجي بقى لموضوع القطن الملون. طبعا احنا اتكلمنا باستفاضه الحمد لله عن القطن المصري بتاعنا واللي احنا بنسميه الذهب الابيض. طبعا عاوز انوه برضو لمعهد بحوث القطن شغال الحمد لله بيواكب كل السباقات العلميه والاحداثات العلميه الجديده عشان يبقى ماشي ومواكب الاحداث العالميه. بالاضافه للقطن الملون يا استاذ سامح في حاجتين برضه هتكلم فيهم في القطن المصري. طبعا انت تسمع عن مبادره القطن الافضل ده بالاتحاد مع منظمه اليونيدو في وزاره الصناعه. وايه القطن الافضل ده؟ ان هو بيحاول ينتج قطن مصري بطريقه تقلل من استخدام الاسمده، تقلل من استخدام المبيدات، ترشد من استخدام المياه، تقلل من استخدام العمالة الأطفال والعمالة المسنة، بيحسن من خواص التربة. في النهاية مجمل البتاع انه عاوز يطلع قطن بدرجة عالية من النقاء وفي نفس الوقت اقل تكلفة. اقل تكلفة. الله ينور عليك. ده الحمد لله القطن المصري دخل في هذه المبادرة وهذا المشروع الحمد لله بقى لنا فيه سنتين اهون ودي السنه الثالثه. ومزروع السنه دي ما يقرب من 11 ل 12 الف فدان بي سي اي قطن افضل او بنسميه بي سي اي. طيب الحاجه الثالثه القطن الحيوي العضوي اللي هو ده احنا قلت في المبادره القطن الافضل اقل مبيدات اقل اسمده اقل ايه مياه. لا القطن العضوي بقى او القطن الحيوي لا مبيدات ولا أسمدة كله عن طريق الحيوي عضوي. ده بيتباع بقى أستاذ سامح بأعلى الأسعار وأعلى الدولارات لأنه قطن يعني بص طبيعي. بتنجح فيه إزاي؟ أنت محتاج مقاومة. ما هو مقاومة بقى بالطرق الحيوية. مقاومة بالطرق الحيوية وإن أنا أستخدم أمنع وجود حشائش حول الأرض وأول ما يجي لي الحشرات أبو العيد أحافظ على تواجدها في الحقل عشان هي دي اللي بتخلص لي على المقاومة الطبيعية. دي المقاومة الطبيعية واخد بالك. مزروع ما حوالي في القطن الحيوي ما يقرب من 1350 فدان تقريبا من القطن المصري على مستوى الاصناف 45 87 92 السنه دي موجودين. موجودين عندي من 45 87 86 96 1350 فدان. 1350 فدان قطن حيوي ده في كبدايه حلوه جدا. القطن البي سي اي حوالي من 11 ل 12 الف فدان منها ما هو مسجل ومنها ما هو تحت التسجيل واخد بال ساعتها. بالاضافه لذلك بقى نشاطنا القطن الايه الملون. قبل الملون استاذ احمد اتفضل معايا. استاذ احمد استاذ محمد. طيب استاذ محمد. طيب استاذ عادل مين اللي معايا دلوقتي؟ استاذ عادل عايز بس نفسر عن فندم عن تسويق.
بشكرك. معانا حد ثاني يا حسن؟ استاذ عادل من الدقهليه اتفضل. استاذ عادل. سامع. استاذ عامر اتفضل. الو. اتفضل يا استاذ عامر. ايوه سامع. اتفضل يا فندم. بالنسبه لاقراص السبيرولينا اللي حضرتك قلت عليها مغذي للنبات والحيوان، انا سامعك كمل يا ريت، لو عايز تقول حاجه اتفضل. بقول لحضرتك انا ما السبيرولينا اتكلمنا عليها. يا استاذ عامر انت ليه مولع التلفزيون او مشغل معلي الصوت ليه بعد اذنك؟ يعني هتكلمنا ولا هتتفرج على التلفزيون؟ يا استاذ عامر انت عايز تقول ايه يا استاذ عامر؟ اتفضل. بقول لحضرتك اقراص الاسبرولينا اللي انت قلت عليها في القناه الزراعيه، قلنا عليها ايه؟ اللي هي مغذي للنبات وللحيوان. مين اللي قال ان هي مغذي للنبات والحيوان خالص؟ يعني شفتها في اي برنامج دي؟ في البرنامج على القناه الزراعيه. مفيش اي برنامج بيقول ان دي مغذي للحيوان وللنبات خالص. الاسبرولينا دي طحالب. ايوه الطحالب الحيويه الحيه دي. انت عايز تسال على ايه؟ سؤالك ايه بالظبط؟ هي تنفع للقطن، مغذي للقطن واللوز والكلام ده؟ لا انا ما اعرفش، انت بتتكلم على حاجه مختلفه خالص وحاجه مالهاش علاقه عن اللي تم اذاعته. الاسبيرولينا دي عشان تبقى عارف طحالب، مالهاش اقراص، دي طحالب. عارف يعني ايه طحالب؟ طيب بالنسبه لحضرتك لقرض البيتيلو اللي كلمت حضرتك، قرض البيتيلو مع الدكتور طارق سليمان، واحنا قلنا الرقم التواصل بتاع هيئه الثروه الحيوانيه، بتاع قطاع تنميه الثروه الحيوانيه. رحت قدمت الطلب في المديريه. وقالوا ان راح مصر ولسه لحد النهارده ما جاش بقى. حضرتك تابعه مع في قطاع تنميه الثروه الحيوانيه. سهله جدا يعني، ده طلبك وانت ممكن تسال عنه وتستفسر. ولا صعب؟ معايا مين يا جماعه؟ استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا وسهلا بيك. انا زارع قطني من 15/4. تمام. دلوقتي هو في حوالي من 70% تفتيح، والتفتيح ما شاء الله عليه حلو قوي. الله اكبر. اقدر ارش بوتاسيوم تاني ولا اوقف رش البوتاسيوم بقى؟ الدكتور عم قال لك تق 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 تق، يعني بص بيقول لك اوعى يا حاج. ماشي يا باشا. بيقول لك اوعى، حافظ بقى على الانتاج الحلو ده بالظبط، وكمل الموسم وهيبقى موسم خير. هو لو قدر إن شاء الله. لو قدر بعد الجنيه الاولى يمشي ميه تجريه بس 100 100. بعد الجنيه الاولى الدكتور بيقول لك مشي ميه تجريه كده بس، تجريه تمام. الجزء الاعلى من الجود لما بجرط اللوزه اللي فوق كده، علاج اللوزه فيها تفتيل، اوقف ري ولا افضل اروي تاني؟ ما هو قلت له هو بعد ما يجني الجنيه الاولى، بعد ما يجني هو بيقول عنده 70% تفتح. قول له بعد ما تجني الجنيه الاولى. مش انت عندك 70% تفتح؟ 70% تفتح. اتوكل على الله، اجني وبعد الجنيه الاولى مش بس، بقول لحضرتك اهو بالنشع بس، ما ترويش، مشي بس في الاونيان كده والدشاتر ميه وبالتجريه بس، وما ترويش ري وبس. وبعد كده اللوزه اللي في يعني ماشي يا دكتور. اللوزه المتبقيه هتكبر من نفسها بحجم الميه. تمام. استاذ نبيل من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامع؟ الحمد لله. في مبيد بنستخدمه بعد الجنيه الثانيه، بنرشه على شيخات على الاوراق عشان الاوراق تسقط ضرب، وكده بنعرض اللوزه للشمس المباشره ضرب، و اسمه ضرب. ده صح ولا غلط؟ ده صح ولا غلط؟ بشكرك، تابعنا بقى من التلفزيون علشان الناس كلها تستفيد. هو الضرب ده مش مبيد، بس هو بيقول مبيد. هو الضرب ده عباره عن ماده بتساعد على اسقاط الورقه من على النبات، بتيجي عند المنطقه المتصله بالورقه بالساق، واخد بالك، وتروح عامله او بالفرع السمري، وتروح عامله قط في المكان ده فبتسقط الورقه. ده انا بلجأ ليه في حاله لما يكون عندي مجموع خضر كتير والنبات لسه ما فتحش، النبات مش عاوز يفتح اللوز، وعندي مجموع خضر كتير، عندي الارض خضره بس النبات مش عاوز يفتح، فانا بضطر ان انا احط ارش ضرب، واخد بالك، عشان يسقط الورق عشان يفتح البتاع. هو بيقول بيحطه امتى؟ في الجنيه الثانيه. طب انت خدت الجنيه الاولى خلاص، انت ما بتاخد الجنيه الاولى بتاخد تقريبا 60 من 60 ل 70% من الجنيه الاولى، والباقي المتبقي انت بتعرضه للشمس، فبالتالي بيفتح اكتر، فبالتالي ما انتش مضطر ان انت تحط ضرب. تمام. مش حابب من البحيره اتفضل. يا استاذ سالم. استاذ سالم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته.
باشمهندس. ايوه معاك. السلام عليكم. وطي التلفزيون يا استاذ. والله سؤال معلش. اتفضل. دلوقتي انا عندي 13 فدان زرع في مجوط. ايوه. 13 فدان زرع في مجوط، والارض ديت وضع عياد بندفع لها اجاره لسه ما طلعناش حيازه. ايوه. انا عايز نورد قطن دلوقتي. نورده فين؟ انا من البحيره. طب وانت ما صرفتش سماد؟ ما صرفتش اي حاجه على الزراعه الفعليه؟ ما احنا دلوقتي بنقول لك الارض دي وضع. طب انت اي ورق معاك ان انت هتقنن؟ لا معايا ندافع بيها، بس دلوقتي ما توصلناش بالجمعيه خالص. يعني فين ال 13 فدان دول؟ ال 13 فدان دول فين؟ نعم دول مركز ابو حمص ترمبات برسيك. تمام حاضر. 86 13 فدان دول مركز ابو حمص ترمبات برسيك. هسأل لك حاضر، ده لازم أسأل لك حاضر. هو لا هو مشكلته ان الارض بتاعته وضع يد، فوضعه غير مقنن، فلو راح عشان يورد بالحيازه معهوش حيازه. فده هنسأله وضعه القانوني ايه، نشوف ممكن يتعمل المعاينه دي الارض الفعليه، هو اللي زارع هو صاحب المحصول ولا لا، علشان دي برضو تقضي على الوساطه اللي تبقى موجوده في النص. هسأل لك حاضر. القطن الملون. القطن الملون. فبالتالي اصبح عندنا احنا عندنا حاليا ثلاث انواع من القطن الملون. عنده قطن ملون فاتح، فاتح اللون، بني فاتح، وعندي بني محمر، وعندي اخضر. الثلاثه دولت منهم حصلنا عليهم ازاي؟ نتيجه انا عندي اصناف، دايما الاصناف بتاعه الوجه القبلي بتبقى لونها كريمي. لونها كريمي، يعني احنا بنسميه بني ايه؟ بني فاتح، فاتح قوي يعني، او بنسميه احنا في عرفنا كريمي. انا اثناء التجارب بتاعتي في الحقل عندي طبعا بلف، اي طفره عندي بواجدها بحافظ عليها. فانا وجدت عندي ظهور بعض الطفرات في اللون البني الفاتح واللون البني المحمر، بحضر احافظ على الطفره دي وبشوف اتتبعها واشوفها هل اللون ده ثبت معايا ولا ما ثبتش. لو ما ثبتش خلاص، ثبت معايا في الاجيال اللي بعد كده وفعلا قدرت احافظ على ثباته الوراثي، وفعلا اصبح عندي النبات بيجيب نبات بني احمر بني محمر او بني فاتح، بقول ان ده اصبح عندي لون ثابت. برضو نفس الكلام، يا اما بالطفرات يا اما بالتهجين مع اصناف ملونه اجنبيه. يبقى انا يا اما عن طريق الطفرات يا اما عن طريق التهجين مع الاصناف الاجنبيه. كل المراحل دي نتج عندي الثلاث الوان دولت، بني محمر بني فاتح مخدر. انا دلوقتي الحمد لله تيقنت من ثبات الالوان دي معايا، حاططهم دلوقتي في مساحه واحد فدان، الاصناف الثلاث تراكيب وراثيه ديت، بحيث ان انا في السنين اللي بعد كده احاول اكسرهم واعمل لهم معامل اكسار، يبقى عندي حاجات ملونه اقدر استخدمها عندي في ده يفرق معايا في التصنيع كمان. طبعا طبعا، يعني كده يعني ده هيبقى قطن اورجانيك حتى بعد التصنيع. تخيل، لان انا مش هستخدم فيه اصباغ في بعض الالوان. صح. انا مش هستخدم فيه اصباغ. صح 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 صح، فده هيبقى مفيد جدا لينا. صح. عاوز بقى اتكلم على الحته اللي انت قلت بقى قبل الفصل الاولاني. ليه قبل الفصل؟ انت بتقول لي كنا بنقوله بيننا وبين بعض. ايه بقى اللي هو لا اللي هو اللي العمليات اللي المفروض ما قبل الحصاد. ايوه، لان دي المهمه، دي المهمه الوقت ده. انا بقول ان انا عشان احافظ على جوده القطن المصري بتاعتي ورتبته ونظافته لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل اول حاجه ان انا امنع القشره، امنع اللوز الاخضر، امنع السيقان، امنع البلاستيك، امنع البروبلين زي ما قلت بيبوظ الصناعه وبينوظ النسيج. لازم عب الندى انشره، يعني في ناس نتيجه ان الدنيا بتبقى حر فبيضطر ان هو يعمل ايه؟ بيجني بدري. أيوة. اول النهار ما يفتح كده وقبل والفجر كمان يروح ينزل يجني. طبعا العب الندى ده لازم يتنشر، ما ينفعش يتحط في الكيس على طول، لان لو اتحط في الكيس على طول بيعمل ايه؟ بيسدي نشاط الكائنات الحيه والبكتيريا، يصفر القطن، يسبب مشكله في عمليات الحليق في المحلج، يسبب اصفرار القطن، بيؤدي لتلف الجودة بتاعة القطن. برضو نفس الكلام، انا ما احط في كياس، احط في كياس مخصوص اللي هي اكياس الخيش، لما اجي اخيط الكيس من فوق اخيطه بدبارة مش ببلاستيك. البلاستيك اللي هو بتاع الشكاير الرز. معلومات دي مهمة قوي. تعبئة القطن في الشوال الخيش اللي احنا متعودين عليه بالظبط.
ولما تيجي تخيطه بالدباره اللي هي معموله من القطن برضه بالظبط، ما تدخليش فيها بلاستيك، ما تدخليش فيها شوائب تفسد عمليه التصنيع صح، وتفقد كميات من القطن وانت اللي هتخسر بالظبط بالظبط، لان ده هيئه التحكيم لو دخل حاجه زي كده بتمنعه ترجعه تاني للفلاح. الراجل ده خايف على شغله، تقول له ارجع تاني غير لي الدباره دي وهاتها لي دباره ايه قطنيه. برضو نفس الكلام، امنع استخدام اي اكياس بلاستيك، اكياس شيبسي، اكياس شوكولاته، اي حاجه من دي الملوثات الصناعيه والكونتامينيشن دي ممنوعه في القطن، لان السنوات الاخيره زادت الحاجات دي في القطن المصري. بعد كده لازم اجن على جنيتين، ما ينفعش اجيب من الجنيه اسيب القطن الارض كل الفدان ولا ثلاث اربع فدادين اللي عندي مرة واحدة. واروح نازل مره، ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي للاستاذ سامع، اولا القطن وزنه بيخف، تاني حاجه بينزل على الارض، تالت حاجه بيتعلق به القشره، رابع حاجه بيقلل من رتبته، واخد بالك؟ خامس حاجه بيقلل لك كميه المحصول عندي. واحنا مش عايزين ده، واحنا مش عايزين ده. انا بجني الجانيه الاولى لوحدها وبجني الجانيه الثانيه لوحدها. ليه؟ لان حتى لما الحاجات دي بتخش المحلج يا استاذ سامح بيتفصل الجانيه الاولى لوحدها والجانيه الثانيه لوحدها عشان الكفاءه بتاعه التقاوي. ما هي تقاوي الجانية الأولى غير تقاوي الجانية التانية، صح، واخد بال سعادتك؟ فأنا بقول يا جماعة لازم أجنى على جانيتين، وبالإضافة للحاجات اللي أنا قلتها قبل كده. هنشوف زيت الحار تاني إن شاء الله. ممكن إن شاء الله. طيب أستاذ محمد من البحيرة اتفضل. كفر الشيخ. من كفر الشيخ أحسن ناس. منين من في كفر الشيخ يا حاج محمد؟ من لزوق. فعلا أحسن ناس، اتفضل. يا مرحبا، أنا يعني من كلمة كل التقدير والاحترام لأساتذة البحوث والدكتور محمد الأمير ده، جاء عندنا في قرية سمور المدينة. الحمد لله، وهو بيشكرك. ربنا يبارك فيك. تفضل. تفضل، أنا سامعك يا حاج محمد. القطن محصول جيد جدا السنة دي. الحمد لله. محصول بفضل الله وبفضل علمائنا الأفاضل. الله يكرمك. أنت زارع كم فدان والصنف عندك إيه وأخباره إيه بقى؟ أنا زارع يعني مساحة بسيطة، هو فدان وثلث. أيوه. زارع جيزة 94. ما شاء الله. جيزة 94. هو دلوقتي فيه عدد ما يقرب من 17 فرع سمن. أيوه. 17 فرع سمن في ثلاثة. أيوه. في ثلاث مدات، الدكتور محمد عارف الكلام ده. أيوه. حطيت البوتاسيوم. تمام. حطيت حوالي من 75 كيلو. بتاتي. تمام. بس للاسف اجري فوق بقى، لان الالماني مش موجود وغالي. ايوه. واحنا كنا عندنا في الجمعيه اللي اجري فوق دي وحطينا. طيب. البتاتيوم. مش عايزين اسماء شركات، عايزين مركبات. طيب انت القطن محتاج له اي معلومه دلوقتي؟ القطن يعني النمو الخلوي عالي شويه. عالي؟ لان انا برضه زودت في التسميد. انت قلت السبب اهو، تسميد مع درجات حراره مرتفعه يدي هياك خضري على طول. اي طيب ده ياثر على حاجه؟ الراي يعني نروح في الايام اللي احنا فيها. طبعا احنا جايين متاخر، لان احنا بنزرعه هنا متاخر. الراي اخبره ايه؟ هنا متاخر. فالراي الفترات قد ايه في الايام الحاليه؟ تمام، حاضر. في الايام اللي احنا الحاليه عينيا بشكر حضرتك. هو نقطه الري هحسبها باليوم ولا هحسبها بحاله الارض لما امسكها؟ لا هو في الفتره اللي احنا فيها دي باليوم من 10 ل 12 يوم بكتير قوي. من 10 ل 12 يوم قد الري عشان درجه الحراره، واخد بالك؟ ده الري، لان الري ويكون الري في الوقت اللي يكون الارض فيه بارده. يعني ايه بارده؟ مفيش حراره، يعني يا اما بعد الفجر يا اما بعد العشاء بالليل، ويكون الري بالحوال ما يبقاش غمر، لان زياده الميه يا استاذ سامح بتؤدي لشلل النباتات. ليه؟ لان انت عارف ان الجو حار، لما يروي الارض وهي سخنه بيعمل عمليه استرس على المجموع الجذري للنبات، فبيضطر النبات ان هو يشل، وتلاقي النبات شالل وميت في قلب الارض واللوز اللي عليه يقع ويتساقط اللون. الحاجه اللي هو قالها انه عنده نسبه هياج. أيوة. اذا عرف يرش بحمض الفسفوريك بمعدل نص سنتي للفدان يبقى كويس، هيقلل الهياج الخضري بتاعه وبتاع. ما قدرش، ما عندوش امكانيه يقدر ان هو ايه يعمل عمليه تطويش للنباتات بحيث ان هو يوقف الايه، يوقف النمو بتاعه. أيوة. واخد بالك؟ تمام.
انا بشكرك نورتني استاذ الدكتور محمد الامير رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن. شكرا جزيلا. القطن المصري الذهب الابيض عائد وبقوه، وبطمن المزارعين ان شاء الله هذا الموسم موسم ناجح، وبطمنكم اكتر ان هي منظومه مش هتبقى موسم وموسم، مش هتقول لي فرحني النهارده والسنه الجايه ما نعرفش نسوق، لا السنه الجايه كمان ان شاء الله هيبقى احسن. عاوزنا يعني نبقى مطمنين وعايز نشتغل وايدينا في ايدين بعض، يكفينا فخرا ان احنا عندنا علماء بيحبوا البلد بيحبوا حضراتكم، ده هيساعدنا ان احنا نشتغل. تصبحوا على خير.